فخامة رئيس الجمهورية، تعزيزا لجهود إلى مركزة الإنجاز والتشييد، ها أنتم تشرفون اليوم الاثنين الموافق 5 يوليو 2021 من مدينة روسو على إطلاق حزمة من المشاريع التنموية التي ستعزز دون شك البنية الاقتصادية للمدينة، وستساهم في خلق قاعدة اقتصادية صلبة لها وفق رؤيتكم الشمولية الهادفة إلى وضع اقتصادنا الوطني على مسار أكثر ملائمة واستدامة بالانسجام مع برنامج فخامتكم تعهدات وإعلان السياسة العامة للحكومة. وتشكل المشاريع التي تشرفون اليوم على إطلاقها ملحقات لمشروع جسر روسو، وهي عبارة عن إعادة تهيئة 7 كيلومتر من شبكة الطرق الحضرية في المدينة وتشييد مركز ثقافي وسوق بلدية مكونة من 74 محلا تجاريا ومنشأة رياضية ومحطة طرقية، وتصل الكلفة الإجمالية لتأهيل شبكة الطرق الحضرية 73 مليون و843 وقية جديدة، في حين تبلغ تكلفة المرافق الخدمية الأخرى 29 مليون و758 ألف وقية جديدة. وستنجز هذه المشاريع من طرف شركتي JTM وتندل وبمراقبة من تجمع مكتبي الدراسات سيرا و SGA وبإشراف ومتابعة من إدارة البنى التحتية للنقل الطرقي الممولة بمصادر تمويل خارجية، وتحدد فترة إنجاز هذه الأشغال 10 أشهر. ولأهمية الصرف الصحي في تحسين إطار الحياة، تعمل وزارة المياه والصرف الصحي على إنجاز خطة استعجالية للصرف الصحي في روسو من خلال تغطية الأحياء السكنية غير المشمولة بالشبكة القديمة بمضخات ذات قوة ضخ عالية تتراوح ما بين 150 و300 متر مكعب للساعة، ومد أنابيب ضخ بطول 8000 متر تتراوح أقطابها ما بين 200 و315 ملم، فضلاً عن عملية تنظيف شاملة لقنوات ومجاري الشبكة القديمة بطول 10500 متر، ورفع قدرة الضخ على مستوى محطتي الضخ الرئيسيتين من 3200 متر مكعب للساعة إلى 7000 متر مكعب للساعة. وتأتي عملية التقوية هذه في انتظار الانتهاء من دراسة شبكة متطورة للصرف الصحي بمدينة روسو، من المتوقع استلام تقريرها الأولي مطلع شهر أغسطس 2021.